السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الجوزاء من يوم 24 لغاية يوم 30 شهر أغسطس 2023. قبل ما نتكلم على التحركات وإيه الطاقات اللي هيبقى ناتجة، هنتكلم على حاجة مهمة هتحصل معاكو النهاردة، يا إما حصلت قبل الفيديو يا إما حصلت دلوقتي يا إما هتحصل بعد ما تتفرج على الفيديو ده، اللي هو يوم 24 أغسطس. في حد هيقول لك استشارة أو فكرة، يعني هيقول لك فكرة كويسة أو هيديك استشارة. الشخص ده بطبيعتك ممكن ده يكون آخر شخص أساسا ممكن تسمع رأيه في حاجة. يعني الشخص اللي هيقول لك على نقطة أو فكرة معينة لصالحك، كطبيعي أنت عمرك ما هتسمع له، يعني ده آخر شخص زي ما أنا بقول أنت ممكن تاخد منه فكرة أو رأي. متوقع ان هيبقى فكرته حلوه، يعني الشخص ده اساسا انت ما تسمعلوش بس متوقع ان رايه كان جميل، رايه في محله المره دي. دي نصيحه مني، اسمع لرايه واسمع للفكره اللي الشخص ده قالها لك او الشخصيه دي قالتها لك النهارده. زي ما انا قلت، حتى لو ده اخر شخص بتسمع منه رايه ازاي الشخص ده اسمع لكلامه، النهارده اسمع لفكرته، غالبا هتبقى في صفك. والموقف ده يحصل مع ناس كتير من مواليد برج الجوزاء النهاردة. هنتكلم على اول تحركات يوم 24-25. هيبقى القمر في برج العقرب او دايما سلكوا البيت السابع. التأثير هيبقى مباشر بالاخص على العلاقة، على المتزوجين، المخطوبين اللي لسه بادئين علاقة جديدة، بس بالاخص على المتزوجين. في تحذير مهم، لان يعني اتوقع ان في الفترات اللي فاتت اساسا كانت العلاقة متوترة نوعا ما بين المرتبطين، اذا كانت متزوجين في عند بعض الناس ممكن تكون وصلت لمرحلة طلاق، عند بعض الناس مشاكل كبيرة جدا. فللأسف في الفترة دي التوتر والقلق هيزيد تاني اكتر، لان انت هتحس اللحظة اللي انت مش لاقي مخرج، يعني الاحساس ده هيجيلك اللي انت مش لاقي مخرج عشان خاطر يبقى فيه تفاهم او عشان العلاقة دي تتم. دي الطاقة اللي هتبقى مقابلاكو، اديكو عارفين ما تخليش الطاقة اللي تأثر، ما تخليش الطاقة دي هي تبقى سبب يعني بعد الشر خراب بيوت. بقول لكم ايه، الطاقة اللي هتبقى موجودة احذروا. تراجع عطارد معاك في برج العذراء برضو مأثر على العلاقات الزوجية، يعني تراجع عطارد وتحرك القمر الاثنين هتبقى موضوع مش كويس. فما تخليش الطاقة دي اللي تأثر عليكم. زي ما احنا بنقول دايما على التحركات دي، احنا بنشوف الايجابيات بنقويها، السلبيات بنعدلها. فانا بقول لكم دلوقتي هيبقى في يعني تأثير وحش كطاقة ما بين اي اثنين مرتبطين، احذروا احذروا من اي طاقة تقابلكم سلبية خاصة ب اي مشاكل ما بينك وما بين شريك حياتك. لان انت في خلال الفترة مشكلة الزوجية مع بعض المشاكل من حولك، هتحس ان انت اتجمدت، مش عارف تتحرك او مش عارفة تتحركي، حاسس ان كل حاجة وقفت معاك، المشاكل الصغيرة من هنا من هنا معانا مع المشاكل مع شريك الحياة، ده كله هيولد لك اللي انت مش لاقي مخرج، مش عارف تتحرك، كأنك لابد. فمعليش الطاقة دي ما تأثرش يا جماعة. زي ما بقول لكم، طب بيكون في طاقه سلبيه بنحولها تبقى طاقه ايجابيه. الطاقه السلبيه اللي هتقابلكم هتاثر مباشره على المرتبطين، فما تخليش الطاقه دي اللي تاثر، عدوها، عدوا البعض في الفتره دي. دي حاجه مهمه جدا يا جماعه. تاني حاجه، ان شاء الله من يوم 26-27-28 في بامر الله هتبقى تغييرات جميله جدا جدا، او معنى صح مفاجآت جميلة. ممكن تكون مفاجآت بسيطة او مفاجآت كبيرة، لكن هتبقى مفاجآت جميلة وتغييرات جميلة جدا بالنسبة للناحية المالية. هنتكلم عن التحرك دوت. هيبقى القمر في برج الجدي، او بمعنى اصح هيبقى في البيت الثامن. طبعا البيت الثامن معروف عند ناس كتيرة ده بيت صعب ووحش والكلام ده، انا معاك البيت الثامن وحش، لكن تحرك تراجع عطارد في خلال الفترة مع تحرك القمر، مع اساسا تواجد تحركات الكواكب، ده برضو لها دور.
ما هي المفاجآت ممكن تبقى وحشة فقط، ممكن مفاجآت جميلة، عشان كده بقول إن شاء الله هتبقى فترة فيها مفاجآت، لكن مش وحشة، وأمر اللي هتبقى خير هتبقى فيه في الأمور المالية، أمور هتجد جميلة إن شاء الله عليكم يا مواليد برج الجوزاء. اللي متابعنا من كده كنت بقول لك يا جماعة في وحش كذا في كويس كذا، أنا بقول لكم هو ده برضه في الوحش وفي الكويس، فالوحش احذره والكويس إن شاء الله ربنا يزيدكم فيه. تاني تحرك أو آخر تحرك معانا يوم 29 و30 هيبقى القمر على البيت التاسع. مبدئيا كده قبل ما نكمل كلامنا، اللي مقدم على سفر إن شاء الله خير. يعني ده بداية البشرى، يعني اللي مقدم على سفر ومستوقع مثلا نتيجة تظهر اليومين دول أو الموافقة تجيلك ولا الفيزا ولا الكلام ده، ان شاء الله توقع الله خير بامر الله، ان شاء الله في حظوظ كبيره جدا جدا بالنسبه للسفر لمواليد برج الجوزاء في نهايه اخر الشهر ده وبدايه الشهر الجديد باذن الله، هيبقى فيه طاقات جميله جدا بالنسبه للسفر. غير السفر في نقطه تانية هتبقى جميله ان شاء الله ايضا في صفكم. اي حد مستني خبر، ركزوا في الحته دي، اي حد مستني خبر في مصلحه قانونيه او ماليه ان شاء الله خير في صفك على نهايه الشهر ده وبدايه الشهر الجديد بامر الله. اي حد مستني يعني في قضيه او حاجه متعلقه بمساله قانونيه او بامور ماليه بامر الله هتبقى النتيجه في صفوكو يا مواليد برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء زي ما احنا قلنا قبل كده في فيديوهات كنت بقول لكم دي صعب ده وحش ده كويس ده الخير، اصعب حاجه هتقابلكم في خلال الفتره هي في العلاقه. اذا كنت اساسا حتى لو كانت سنجل الموضوع اساسا دلوقتي تبقى صعبه ان انت تلاقي حد، يلا عشان تبقوا فاهمين، يعني حتى لو انت سنجل مثلا او عازب او عازبه في الفتره دي اساسا هتبقى صعبه ان انتوا تلاقوا شريك حياه بجد. يعني حتى لو تلاقيته مثلا لو حد مثلا لسه بدأ علاقه جديده لانج يعني هيحس بتوتر، برضه التوتر ده مش في محله، ما تخليش التوتر ده اللي يحكم اللي انت تقررك صح ولا غلط على الشريك اللي انت لسه مقابله مثلا. فهي الطاقة هتبقى صعوبتها كلها مع المتزوجين او الارتباطات، بلاش تاخدوا اي قرار خاصة بالعلاقة في الفترة دي من الشهر، وبقية الاحوال الجانبية الاخرى في الحياة ان شاء الله بامر الله هتبقى خير عليكم يا مواليد برج الجوزاء. وبكده ان شاء الله يبقى وصلنا نهايه حلقه النهارده، واتمنى تنال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش لو حلقه النهارده عجبتكم محتوى القناه عجب حضراتكم ما تنسوش الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامه.